عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. ما تنسوا تخبروني عن حكمتكم يلي مأثرين فيها بالحياة. وكمان برجع بقلكم انه لبنان كان عم بيشهد او عم بيشهد بعده كل مهرجانات بكل مناطق لبنانية. بدعيكم لانكم تشاركوا فيها. وبارح كان عرس لبنان وعرس بيروت من خلال هالجمعة الحلوة. كل الوطن العربي والعالم كمان اكثر من 10 بلدان كانوا مجموعين مبارح بمهرجان بياف بساحة الشهداء. هالساحة يلي بتعني كتير، هالرمز الوطني يلي بيعني كتير، يلي بالفعل كنا حاسين مبارح بهالرهبة الحلوة والفرحة بنفس الوقت بهالمكان يلي شهد كتير من المناسبات، كانت حزينة أو كانت فرحة، ولكن مبارح كان الفرح هو اللي غالب. نحن وياكم نوصل كمان لمحطة إنسانية بحت يلي كمان رح تشهد بعد فترة ساحة الشهداء احتفال أو إيفنت كتير مهم وإنساني من خلال شباب وصبايا قرروا يكونوا متطوعين، وطبعا رح يعطوا الأمل لناس بحاجة لهالأمل. من أهداف حملة هالحملة رح نحكي عنها تحفيز طلاب الجامعات والشباب بشكل عام على العمل التطوعي والعمل الجماعي، وبتضم حملة تعطيهم أمل ما يقارب 100 متطوع مختلفو الانتماءات والجنسيات والمذاهب ومن أكثر من 5 جامعات في لبنان. ضيوفي بالاستوديو دكتور باسمة عيسى رئيسة حملة تعطيهم أمل. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك جزاك. وعبير رحال، عبير عضو اللجنة التحضيرية بحملة تعطيهم أمل، كمان جامعة الأيوم من المتطوعين يلي اشتغلوا على هالإيفنت. مشكورين أنه كل جايين من مناطق بعيدة، حضرتك من الإقليم وحضرتك من المنطقة. ومشكورين أنتم كمان على هالاهتمام وتسليط الضوء على الحملة. ضروري يعني هالهدف الإنساني أو هالمهمة الإنسانية اللي عم تعملوها ضروري نضوي عليها طبعا. كيف كانت الفكرة وكيف طلعت معكم الفكرة للمرة الثانية بتصير، ولكن هالمرة مع زيادات؟ صح، دائما الفكرة بتبلش بموضوع صغير، لما تلاقي هيدا الموضوع عم يعطي نتيجة لا يعني لا شعوريا بتلاقي نفسك عم تتقدم لأنك أنت تعطي أكثر. الفكرة كلها كانت أنه هي عبارة عن امتحان بدهم يعملوا الطلاب بقلب الجامعة، بدهم ينزلوا على الأرض بقلب الجامعة ليقنعوا الصبايا يقصوا شعرهم ويقنعوا الشباب والأساتذة بشكل عام بقلب الجامعة أنه هن يتبرعوا بدم وأيضا يتبرعوا بمصاري. صار هيدا الموضوع وفعلا تفاجأنا نحن بالحجم، يمكن تفاعل العالم لما عرفوا أنه هيدا الحملة هي حملة إنسانية بكل أحوال. فكرنا أنا والطلاب أنه المصاري اللي جمعناها وهيدا الشعر يلي نقص وهيدا الهدايا اللي قدرنا جبناها وهيدا فئات الدم يلي قدرنا نحن حصلنا عليها أكثر من 73 وحدة دم قدرنا حصلنا عليها يوم النشاط، وين بدها تروح؟ كان الخيار كله والإجماع كله أنه يروحوا لمركز علاج سرطان الأطفال، ومن هيدا النقطة تحديدا نحن انطلقنا. نعم، يعني بالفعل هالانطلاقة هي انطلاقة حسنا، هيدا البسمة اللي بنرسمها على وجوه هالأطفال يلي هني بالفعل بحاجة لقلنا، الله يشفيهم كلهم، ووصلنا لنسبة شفاء كثير عالية بوقتنا الحالي مع تقدم الطب. نعم. عم بيكون في نسبة شفاء عالية بس. نعم. برضو عم بيكون في إصابات كمان كثيرة جوزيف، هذا شيء فينا كمان ننكره نحن. نعم، خلينا نحكي عبير أنت كيف صارت الفكرة، لأنه هالقد كان التطوع من القلب واجتمعتوا لتعطوا هدف سامي لهالمهمة هيدي. أول شيء نحن بالجامعة صار في عنا روح شغف أنه نحن نخترط ونكون متطوعين بهيدا حملة تعطيهم أمل ولا حي ولا شيء. حملة تعطيهم أمل نحن كان عنوانا أعطيهم أمل أنه هو منه أنه هو مرض اسمه مرض، بس هو بالحقيقة لا، لأنه كلنا عم نتوقع ننصاب بهيدا الشيء. فنحن لنكون حدهم شيء بوزيتيف، فنحن من مختلف الانتماءات مثل ما حكيت والطوايف والمذاهب ما في عنا تمييز، نحن اتحدنا تحت اسم واحد ومتحدين، وان شاء الله ب 30 اب رح يكون هيدا النشاط. نعم. له اهداف كتير كبيره ورح نبرهن انه نحن كلنا شو رح نساوي ب 30 اب. اول شيء اهدافنا توعيه الاهل، لانه هي عم بيصير في حالات نفسيه كتير، وبتعرف انه بس يكون الطفل بده جو من الفرح والسعاده. صحيح. وبالاخص الاهل بس يكونوا موترين انه طفل من اطفالهم بتعرف البراءة هيدا العمر بحاجة لحدا يكون يفهمهم واعيهم، ونحن هون بحاجة لندوات أكتر وأكتر، فنحن أمنا بهيدا رح نصير في نشاطات إن شاء الله كتير. نعم، شو رح بصير بهيدا النهار دكتور؟ يعني شو رح منشوف، شو رح نشهد بالإيفنت يوم 30 أب؟ مين رح يكون موجود كمان يوم 30 أب ساحة الشهداء؟ أو شي اسمحي لي أنا معلش من خلالكم من هالمنصة هيدي بدي حيي محافظ بيروت أكيد القاضي زياد شبيب، يعني اسم الله عليك، نشاطاتك ما بتتوقف، إن كانت فنية، إن كانت سياحية، إن كانت إنسانية، إن كانت
اجتماعية، يعني بابه مفتوح للجميع. نحن حكينا تحت الهواء هذا الموضوع للجميع. فعلا الأستاذ زياد شبيب هو رمز لشاب عم يعني هو الشخص المناسب فعلا بالمكان المناسب، وعم يعطي الفرصة للجميع أنه هني يعطوا وينجوا على الأرض بالإشياء الإيجابية، وهيدا الروح الإيجابية اللي هو فعلا عم يعكسها. يعني بيشتغل من قلبه هالشخص، انوجد بهالمكان بالفعل ولازم يضل موجود بهالمكان لأنه مكرس حياته لأهداف إنسانية وللشعب اللبناني، يعني من وين ما كان من كل مناطق اللبنانية ما بيرد حدا وما بيصح حدا. صحيح. مشكور كمان على هالمبادرة اليوم، يعني هلأ أنا 3 أيام 4 أيام بإيفنتات، كل يوم هو موجود وكل يوم هو المبادرة عم تكون منه عم بيكون راعي لكثير. وإن شاء الله كمان بده يكون موجود معنا بثلاثين أب. نعم، شو رح بيصير بثلاثين أب؟ ساحة الشهداء بثلاثين أب بدها تجمع عدة جهات، سواء من جنسيات، سواء من أفراد، سواء من جمعيات، سواء من مؤسسات، سواء من أطفال مصابين بمرض السرطان. نعم. هيدا النشاط كله رح يكون لهيدول الأولاد. رح نعمل مسرح كتير كبير بقلب النشاط. هيدا المسرح رح يضم أنشطة كتير حلوة، منا ألعاب، منا لعب، منا هدايا، منا رقص، من يعني رح نجرب إنه نصنع يوم خاص لهيدول الأولاد، للأطفال المصابين بالسرطان تحديدا. نعم. لنقلهم أنتم بهيدا المكان جايين تنبسطوا وتلعبوا وتفرحوا، يعني يكون كل الوقت بالنسبة لكم هو وقت سعادي. بالفترة اللي الأولاد بيكونوا فيها عم يتفاعلوا مع الشيء اللي عم نقدم لهم إياه أو اللي عم بيقدموا المسرح، رح يكون في جهة خاصة تشتغل على العلاج النفسي غير المباشر للأهل. نعم. بالمكان يلي الأهل والأولاد بيكونوا فيه مجتمعين كل واحد بمكانه الخاص عم يشتغل، رح تكون عنا نحن عدة جهات، منا أطباء هني طوعوا أن يكونوا موجودين معنا بهيدا الحملة. نعم. معنا 3 أطباء أسنان رح يعملوا فحوصات مجانية للعالم، رح يكون في فحوصات دم، رح يكون في فحوصات ضغط وفحوصات سكري لكل العالم، لكل العالم مجانية. نعم. رح بتكون. نعم. هيدا الموضوع طبعا بالتعاون مع الصليب الأحمر مشكور يلي هو رح يكون معنا ليشرف على موضوع البلد دونيشن اللي هي تبرعات الدم يلي العالم حابة تقدمها بهيدا الحملة تحديدا. هلا مجرد كمان ما يتبرعوا بالدم حيكون في فحوصات للدم، يعني أكيد هيدا شيء طبيعي أكيد. نعم. في نعم. كمان شغلة كتير مهمة بس بدي أضيفها، في معنا جمعية اسمها كلمات رح تشتغل على موضوع هلا هني عندهم أنشطة مختلفة، بس في شيء كتير مهم يمكن مش كتير بيشتغلوا بقلب لبنان، موضوع اللعب بالتكنولوجيا، الروبوتكس. نعم. نعم. رح ينزلوا روبوتات على الأرض وكل الأولاد الموجودين تحت رح يكون عندهم فرصة أنه هني كل واحد فيهم يصنع الروبوت الخاص فيه. نعم. ويلعبوهن سواء فايتنج أو يمشوهن على مسار أو يعملوا شيء شغل معين. يعني الأطفال المصابين كمان رح يكونوا موجودين معكم بهالإيفنت. هي كل الفكرة أنه نحن بدنا إياهن يكونوا موجودين. نعم. نحن كان فينا نعمل هيدا النشاط بمكان تاني مسكر بقلب الجامعة أو بقاعات، نحن اخترنا ساحة الشهداء، واحدة من القصص يلي أو واحدة من الأهداف اللي اخترنا فيها ساحة الشهداء أنه بدنا مكان يجمع الكل بنفس الوقت يكون مفتوح لهيدول الأولاد، لأنه هني بحالة صحية معينة ما فينا نضغطهم. نعم. بنفس الوقت هني هالأولاد هيدول اللي حيكونوا موجودين رح يكون في فريق طبي خاص فيهم يتابعهم ويضل. نعم. معهم موجود على الأرض. نعم. في بالإضافة للي حكيتي حضرتك في كمان نفسانيون رح يكونوا. صحيح. موجودين. أنا بدي حيي طبعا علي وهبة يلي أنا قدمت لهم الإيفنت مؤخرا كمان، وهدفهم كمان إنساني بحت نفسي، مساعدة. صح. نفسية، وقدروا كمان يثبتوا حالهم من خلال عدة تجارب. رح يعملوا نشاط كتير. نعم. حلو بالتنسيق أكيد مع حملة تعطيهم أمل خاصة بالعلاج النفسي، برجع بقلها غير المباشر للأهل يلي. نعم. ولادهم مصابين بالسرطان. نعم. هلأ رح نحكي بعد شوي عن التطوع كيف قدرتوا تقنعوا الطلاب والأساتذة إذا أنت كنت من المشاركين أو عندك فكرة، بس خلينا نشوف هالتي في سي. إذا كنت فرد مؤسسة أو مجموعة فيك تساعدنا بطريقتك الخاصة، فيك تكون جزء من نجاح هالحملة تدعم وتشارك بالنشاط. حملتنا إنسانية وكل واحد فينا قادر يعطي أمل. أعطيهم أمل مش مجرد حملة، أعطيهم أمل حلم إلنا كلنا. نحن وأنتوا على موعد لمهرجان كبير رح يكون العمود الفقري لهذا المهرجان الأطفال المصابين بمرض السرطان. كونوا كتار وعبروا بطريقتكم عن دعمكم للحملة. كل واحد فيكم هو أمل بالنسبة لأطفال مرضى السرطان. موعدنا نهار الجمعة 30 أب ساحة الشهداء بوسط بيروت. ناطرينكم من 4 لـ9 المساء، نحن وأطفال كتير بحاجة لدعمكم. تنقلب الدموع لفرحة، عطيون أمل هي الفرصة. كون الأمل وعطيهم أمل.
أنا بلكن يا شباب، هو الشباب اللي شفناهن والصبايا هن الفريق المتطوع طبعا، وبعد فيه غيرهم كتار. صحيح. بس بقول لهم أنتم بالفعل أبطال، وأنتم أبطال عن جد عبير، ونحن بحاجة لهالأمل، وأنتم الأمل بالفعل باللي عم تعطوه. مشكورة دكتور باسي مع هالمبادرة كمان. خبرينا كيف قدرتوا تنزلوا هيك المشهد، قد ايه حلو تنزلوا وتقنعوا الطلاب والأساتذة، كان بالتبرعات المادية بتبرعات الدم أو بتبرع الشعر، اللي هو كل صبية قديش عندها. ليه ما تبرعتي بشعري؟ لا ما هلا بـ30. اه بـ30. ايه عاد طويلة هيك. رح تعمليه قصير ولا كيف؟ ايه نسينا نحكي شغلة كمان. انه نحن في عنا رح يكون في غرفة للمحجبين رح يتبرعوا بشعرهم. المحجبات انه يكون في غرفة. نعم تبرعات الشعر. رح تكون في غرفة لهم خاصة. بالنسبة للتطوع، كوني انا طالبة صحافة كنت فوت احضر عند دكتور باسمة بالصف في مادة اسمها شيف بيرسويجن. فانا صرت شوف انه عن جد شو هيدا الشيء، انا لقيت حالي هون، انا بحب هيدا الشيء، فشاركت، صرت فوت رفقاتي، صرت لقى عم نكبر عم نكبر، مثل ما قلنا عم نزيد عن 100 مطوع. عدوى حلوة كانت. ايه كتير. وبالاخص هالنشاطات، ورحنا على كذا مستشفى وكان في صبية شفت الحمد لله قدمت لنا 16 علبة دواء كتير سعرهم عالي، جبناهم بردات وديناهم على مستشفيات. برافو. ويعني نحن وكل شيء تبرعات عم نجيبهم بصور ولا بغير، كل مطرح بينزلوا فيه الشباب والصبايا بجمعوا بننظمهم، كل حدا في رئيس بالمتطوعين، رئيس على فريقه، أكيد ما في حدا رئيس على رئيس، بس أنه تنظم المصاري بنجتمع بنعمل نهار بنحط وين بنروح وين بنوديهم وين بنجيبهم. في جهات خاصة بهذا الشيء. وبالنسبة للشعر عم نعملهم باروكات للشعر، عم نوديهم كمان لمستشفيات، لأنه نحن هدفنا نزرع الفرحة والبسمة، مش بس البسمة، سعادة بين جواتهم. بس قديش أنا بدي هيك دايما بقولها، وبالفعل أنا ما كنت حاسة قبل إلا لجربتها، قديش الفرحة بتكون أنتوا لألكن أكبر من اللي عم تعطوه، يعني وقت تعطوا وقت تشتغلوا على الأساس بالتطوع. صح بيقولوا البسمة هي صدقة، بس الصدقة الحقيقية بس أنت تفرح من جواتك، بس أنت تحس حالك مبسوط وتحس غيرك عم يضحك قدامك. وغير هيك بكرة عن جد ما في الواحد يقدر الفرحة، بس تعطي أنت طفل هديك ومبسوط فيها أو تأمنهم هيدا الجو وتلاقي ضحكتهم قد ما موجوعين من جواتهم. أجمل هدية يعني والأمل. صح. يعني هيدا اللي بدي وصله. بس ما النهار 30 آب في من بعده كمان نشاطات أخرى عم تحضري لها. صحيح. خلينا بشكل سريع معنا بس دقيقتين، لأن خبرينا بـ30 من أي ساعة لأي ساعة، ومين في شارك، مين في يجي، من أي ساعة بيجوا، وشو بده يصير بعد 30 آب؟ بـ30 آب من 5 لـ9 المساء رح يكون النشاط بساحة الشهداء، برجع بكرر، وأي شخص هو حابب يقدم دعم بأي طريقة خاصة في ينزل معنا بهيدا المكان، سواء ليتبرع بدم أو يتبرع بمصاري أو شعر، أو حتى مجرد أنه هو حابب يشارك وينزل أولاده ليكونوا مع هدول الأطفال بهيدا المكان. بعد 30 آب نحن في كتير مخططات لقدامنا، رح تبدأ بتصور بشهر 3 مع بداية موسم الربيع وعيد الطفل وكل هيدول التفاصيل. هلأ نحن في يقول لك جوزيف أنه صار عنا برنامج واضح لحملة تعطيهم أمل. حملة تعطيهم أمل رح تروح لشكل قانوني، بدنا نصير جمعية بالقريب العاجل. لما نصير جمعية بدها كل هيدول التفاصيل تبوب وتصير مثل ما كانت عم تقول عبير، أنه نحن مجموعة أشخاص هم مقسمين فعليا للجان، يعني نحن فعليا كل الأمور القانونية صارت واضحة قدامنا، بس ننطر الوقت. يعني هلأ المبادرات شخصية، يعني ما في جمعية فردية. عفوا. نعم. يعني كل مبادرات فردية. من هيدول الطلاب. نحن كلنا عم نآمن ببعضنا، عم نشتغل مع بعضنا لنوصل لهيدا النتيجة. طيب اللي عم توصلوا لهم الأطفال المصابين هن من كل كافة المستشفيات ولا من Children Cancer Center ولا من وين يعني؟ نحن خطبنا جميع المستشفيات اللي قدرنا نوصلها. في مستشفيات بكل صراحة جاوبت معنا، وفي مستشفيات بيعتبروا أنه هن عندهم their own activities يعني للأولاد، فحبوا أنه يكون عندهم أنشطتهم الخاصة. الجهات يلي جاوبت معنا ومنا مشكورة، مستشفى رفيق الحرير الحكومي. نحن أكيد ما بنتركهم، نحن عم نفكر لأبعد من أنه نعمل مجرد نشاط لنلعب الأولاد بهيدا النهار أو لينبسطوا أو لنزرع الفرحة بقلبهم أو لنزرع الفرحة بقلبنا أنه نحن قادرين نعمل شيء. نحن رح نروح لمكان نجرب، إذا ربي هيك الله وفقنا وقدرنا نوصل لهذا الهدف. واحدة من رؤية الحملة أنه يكون عندنا مركز صغير بكل جهة تختص بعلاج مرض السرطان. برافو. هيدا المركز اسمه أعطيهم أمل، بده يكون في أنشطة للمرة الأولى يذكر هذا الموضوع. هيدا المركز بده يكون في أنشطة فقط للأطفال المصابين بالسرطان داخل مراكز علاجهم، بإشراف أكيد كل الشباب والصبايا بحملة أعطيهم أمل، ورح يكون في عنا أشخاص متخصصين أكثر وأكثر وأكثر بكل كاتيجوري خاص في بهيدا الموضوع.
دكتور مشكورة، كمان عبير مشكورة، سلمي لنا على الشباب كلهم وقالوا لنا يعطيهم ألف عافية، لأنه بالفعل أنتوا أبطال وأنت كمان بطلة باسمة. موفقين ب 30 آب لقون من 5 إلى 9، من الساعة 5 بعد الظهر لـ9 المساء بساحة الشهداء. كمان أنتوا فيكم تستفيدوا من فحوصات مجانية من الأطباء الموجودين تحت، صحيح. وفيكم كمان ترسموا البسمة على وجوه أطفال هني بحاجة لها، وأنتوا رح تكونوا مبسوطين أكثر. بريك ونرجع، خليكم معنا.